إذا الثلوج تغطي مخيم جدار في ريف معرة نعمان الشرقي كما نشاهد الآن. وضع صعب كثير مثل ما شايف. الثلج من الله خلقنا ما شفنا أخو هيك ثلجي، والأوضاع تعيسة وأمورنا تعبانة كثير. مش منساوي. ما حدا جاب لكم صوبات؟ والله ولا ابدا ما حدا جاب شيء، ولا حطب ولا مازوت ولا شيء خالص، ولا البسي نهائيا، ولا البسي، وما في لا مصاري العالم لا تحسن تشتري ولا شيء ابدا. طيب كيف تحسنوا تأمنوا حالكم؟ والله في عنا بقايا من ضياعنا القديمه، وعنا شويه جلع عملناه تبع بقر وهيك صرنا نستعمله وعاشك العايشين. حدا جاب لكم خبز اليوم الصبح؟ لا ما حدا نجح. خبز ما اجى. طيب كيف هلا انتم بدكم تجيبوا خبز مثلا؟ والله عم نعمل برغل، عم نعمل ما في هلا في المخيم ما في خبز نهائيا. لا ما اجى اليوم خبز خالص. ما اجى خبز نهائي. لا نهائي. الطرقات لانها مقطعه. والطرقات مقطعه ابدا نهائي. ما في اي واسطه ولا وسيله. ايش بدي اقول لك؟ حالتنا حالي، الثلج وبيوت كلها والله في اكثرها هبطت على اصحابها اليوم. يعني هذا الحال. ولا في صوبات ولا في تدفئة وما في، كلها فقراء الله يساعد. هذا كل ما موجود. المنظمات ما اجت لعندكم جابت لكم صوبيات؟ لا ما جابوا لنا ولا حطب. لا ولا مازوت ولا شيء ولا ألبسة نهائيا. ألبسة جابوا من فترة، كلها ما بتسوى بالطول، كلها للحرق بس. هذا هاي الشوادر والعوازل والبلوك اللي انتم ساكنين فيه بيدفي شيء ولا بالبرد؟ شو بيدفي؟ شو رايح نهد اليوم؟ يمكن في عائله رايحه مهدود عليها هون هيك في هالحاره هاي. ايش يعني حالي صعبه ما بدها حدا يحكي فيها. هذا كل شيء موجود، يعني ايش بدنا نحكي؟ يا حجر الله، 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 يا